مساء الخير على كل متابعينا ومتابعينا منصه ابو كبير ميديا، معكم سمر مكي من محافظه قنا ولايف جديد. النهارده زي ما شايفين شباب الخير متجمعين النهارده في مكان يعني بيوت احد بيوت المنازل منطقه العزازيه لافطار 700 شخص من الاسر المحتاجه. زي ما شايفين شباب الخير، الخير لسه موجود النهارده في وقفه عرفه. الشباب فقروا زي ما شايفين المشهد، يعني يشرح القلب، مشهد مبهج ان الشباب وجبات اكثر من افطار 700 شخص. الستات في البيوت مشاركه، الرجال الكبيره، الاطفال، الشباب، كله مشارك في افطار الصائمين. اكثر من 700 وجبه هيتم توزيعها على الاسر المحتاجه في منطقه العزازيه مركز دشنا شمالي محافظه قنا. بصوا يا جماعه دي جهود، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم يزيدهم يعني ويبارك في الشباب اللي فقر من 3 ايام بس، ما كانش مدبر اول سنه. السنه دي بدا انت الشيف، كلمنا كده عن دورك ايه، انت الشيف اللي مسؤول عن الاكل. والله انا دوري بعمل الكفته او اللحمه او اي حاجه تقيله في الصندوق، والبطاطس والحاجات دي. كل بيت مطلع حله، في كل بيوت المكان مطلعين، الستات مشاركه في بيوت. الشارع كله بيطلع حله. بسم الله ما شاء الله. مشارك، بس الحاجات اللي هي اللحم واللحوم عامة أنا بس اللي بعملها. أنت مسؤول عن اللحوم. إنما الرز والحاجات دي للستات. الستات، بشارك فيه لما يكون وجبة كبيرة مثلا، الستات بتشارك معايا في البيوت. بدأتوا من إمتى تفكروا في موضوع إن أنت توزعوا 700 وجبة دي على الصائمين في يوم عرفة؟ دي أول مرة النهاردة نوزع 700 وجبة. أول سنة نوزع 700 وجبة في يوم عرفة. ربنا اللهم بارك ليكم يعني. طبعا زي ما انت شفت المعدة ابتدينا من بعد رمضان على طول، اشتغلنا كل جمعة إن شاء الله بنعمل وجبات، مرة كفتة، مرة لحمة، مرة بنين، مرة فراخ. النهاردة في إيه النهاردة في المطبخ؟ النهاردة بالصلاة على النبي في كفتة. كفتة يا جماعة، دي عمايل الشيف ربيع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. مشهد كده يشرح القلب، مشهد مبهج، وحب الناس لبعض، الجيران، يعني حاجة عظمة. الستات بصوا يا جماعة، الحلل مكتوب عليها كل بيت، يعني كل بيت مطلع حلة. الستات في البيوت والرجالة والأطفال والرجالة وكبار السن. ده البطاطس، ده التغليف. تعالى نشوف كده البيم ده، ده المسؤول عن التغليف. زي ما شفنا كل واحد له دور من الشباب عشان يدخل البسمة على الأسر المحتاجة، توزيع الوجبات ليهم ويفرحوهم في يوم عرفة النهاردة. كل سنة والأمة الإسلامية والناس جميعا بخير وسلام. زي ما شايفين جوانتيات وكده، يعني نظافة وفي التزام. هنتكلم معاكم على أساس ده أحد شباب المسؤولين عن المبادرة، مبادرة شباب الخير، هيكلمنا عن التفاصيل بتاعة المبادرة. بس زي ما شايفين المشهد، يعني حاجة تشرح القلب، الوجبات المرصوصة على الكنب والعصير، في ناس كمان متبرعة بوجبات. مشهد يشرح القلب يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني ليهم. هنتكلم معاكم من الحاج مين؟ سيد. الحاج سيد، كلمنا الحاج سيد عن يوم النهارده، خلينا كده ورا النهارده يوم وقفه عرفه. مطبخ خضرك مشغول مستمر في جلب الخواطر، الناس الفقراء والمحتاجين. فجات الفكره ان احنا النهارده يوم وقفه عرفه والناس صايمه، ان احنا نجبر بخواطر الناس الصايمه ونجهز لهم وجبه، لان الناس ما بتقولكش انها دي تجهز وجبات. النهارده يوم وقفه العرفه والظروف صعبه والاسعار زي ما احنا عارفين غاليه جدا، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل وجبه افطار صائم، وشهرنا ليها عن طريق الفيس، والناس تجاوبت معانا، كل الناس حتى الستات اللي في البيوت ساعدتنا. زي ما انتم شايفين كل بيت، شايفين كل بيت ده المشهد يا جماعه، شايفين مشهد اللهم بارك، مشهد مبهج كده. بسم الله ما شاء الله على شباب مركز دشنا، شباب العزيزيه. مطبخ جاب رقم خاطرك مجبور. مين اللي فكر في قصه البدايه كانت ازاي؟ بدايه الفكره بتاعت النهارده توزيع 700 وجبه. النهارده دي برضه مشكل، برضه في استاذ الله يديله الصحه اتبرك معانا ب 200 وجبه. يعني شخص واحد صاحب الفكره ان هو اتبرع ب 200 وجبه للناس، للاسر. هو شجعنا ان نكمل. احنا شغلنا كل جمعه بس. اول سنه السنه دي تفكروا في اليوم عرفه. اول سنه.
اول سنه انا اعمل فيها اضطر اوقف عمل، وان شاء الله كل سنه مستمرين باذن الله. ان شاء الله، كلمني عن الترتيبات ازاي ومين اللي شارك واستعدتوا ازاي؟ استعدينا ما فيش استعداد. فعل الخير ده كله ما فيش استعداد، كله خير. يعني المطبخ ثلاث ايام، كان فين الطبيخ؟ مين المسؤول عن الشراء الحاجات؟ تفكيرها توزعوا ايه؟ طبيخ البطاطس والرز بتاع ستات البيوت. ستات البيوت، ستات البيوت. والحلل دي كل بيت بنطلع حله يعتبر، عشان كل حضرتك كل واحد طلع حله من البيت، كل واحد عشان كل واحد عليه اسم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله اللهم بارك ليهم، كل اسم اهو زي ما شايفين كل حله عليها اسم. الناس اللي مشاركه معانا دي مش علي بدري، امهاتهم يعني امهات الستات، مشاركه الستات في البيوت. الشارع كله مشارك، برضه حضرتك ام عاطفي اهو، وكل حله جا كل بيت مطلع حله، بسم الله ما شاء الله. ده الشباب اللي بيوزع اهو، بسم الله ما شاء الله، الناس كلها الشباب برضه اللي مشاركه معانا اهو، هم نفس، انتوا مجموعه معينه مع بعض؟ هي نفس المجموعه دي بتاعت المائده بتاعت الرحمن في رمضان، في رمضان حبينا نستمر على طول، ما نبقاش رمضان بس، يبقى على طول ان شاء الله وكل جمعه، وان شاء الله دايما بفضل ربنا ان شاء الله معانا ومشاركه الناس معانا كلها، برضو هنستمر كل جمعه. انت كل جمعه بتوزع على الناس اللي طالعه من الصلاه ولا الاسر المحتاجه برضو؟ البيوت الناس المحتاجه معايا كشف بالاسامي كلها. طب ازاي بيتم التوزيع؟ توزيع على الطريق الخصوصيه بالشيسر بيوزع مجموعه، في يعني انت مخصص ناس للتوزيع عارفين الاسر؟ الخصوصيه بالشيسر الله يبارك له ماسك مجموعه، علي بدري ماسك مجموعه، في محمد سمعين برضو ماسك مجموعه، واسلام ابو الحمد ماسك مجموعه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. النهارده برضو كان شريكنا برضو سيد مصطفى العواري بتاع صفحه اهل الخير، برضو جاي مشاركنا برضو، برضو حضرتك اهم حاجه مصطفى العواري معانا برضو ومعانا برضو هو ده ربيع اللي بيطبخ الاكل، الشيف بتاع الفراخ، وده الشباب برضو حضرتك. هنعدي اتفضل، دي برضو دنيا برضو نجيب معايا طلبات من الشارع برضو. زي ما عارف زي التوزيع الشباب، يعني المكان كله مبهج كده. دي وجبات ودي برضه لسه هتتملي هتتوزع ما شاء الله، زي ما شايفين اللهم بارك ليهم يا رب، ما شاء الله مشهد مبهج. مستمرين معاكم في اللايف بتاعنا الشبكه، بس هنا شويه شباب الخير مركز نشنة شباب العزازية، زي ما شايفين كده فرحة ومشهد مبهج للوجبات. هيبدأ التوزيع في الصندوق، شايفين مشهد مبهج ما شاء الله، شباب من الطفل العزازية مركز دشنة، المشهد شايف يعني 700 وجبة على الأسر المحتاجة في إفطار الإفطار الصائمين في يوم عرفة، اللهم بارك فيهم بسم الله ما شاء الله. كله مشارك، الفريق كله مشارك. تفضل. شايفين المشهد، شايفين دي الوجبات، وده كان لايفنا معاكم النهارده عن شباب الخير وتوزيع 700 وجبه على الاسر المحتاجه من الصائمين في يوم عرفه، وكل سنه والشعب المصري كله بخير وسلام يا رب العالمين. واستنونا في لايف جديد، كانت معكم سمر مكي من محافظة قنا، دمتم في رعاية الله.